في مدينة تيزي وزو شهد أيضا صرح رياضي زاد من بهاء مدخل الولاية، ملعب تمتزج فيه ألوان نادي شبيبة القبائل بين الأخضر والأصفر، وكأنه عش جميل لطائر الكناري الذي يلقب به النادي القبائلي. ملعب تيزي وزو هو أول ملعب صديق للبيئة، بحيث يتم رسكلة النفايات مباشرة، إضافة أنه يضم عددا من المرافق على غرار مركز تجاري، متحف، سينما، وأعطى عناية كبيرة لفئة ذوي الهمم. هذا الملعب تيزي وزو مشيد على مساحة تفوق 53 هكتار، فيه المداخل 12 مدخل، وهو محاذي للطريق الوطني رقم 12، يعني تشوف الموقع الاستراتيجي نتاعو. ملعب تيزي وزو يختلف تماما عن ملعب براقي. ملعب تيزي وزو هو ملعب لكرة القدم، فيه ملعب كذلك لألعاب القوى، فيه ملعب للتدريبات، فيه متحف، فيه قاعات للعرض، فيه مراكز تجارية، يعني ما عندوش النشاط الرياضي لا يقتصر على النشاط، يعني النشاط اليومي تاعه هو مضمون، وهو كذلك متنفس للعائلات. بعد ما تم تحويل الملاعب الأربعة بقرار رئاسي من وزارة الشباب والرياضة إلى وزارة السكن والعمران والمدينة، تم بدء المشاريع على مستوى الوزارة الوصية، وعلى رأسها السيد الوزير قام بالتدخل المباشر شخصياً في الملاعب الأربعة على مستوى وهران، الذي كان قد سلم وقد أقيمت فيها دورة الألعاب البحر الأبيض المتوسط التي كللت بنجاح، يعني الذي أبهر العالم. كذلك بعد ذلك كان ملعب الرقي التي أقيمت فيها التظاهرة الإفريقية، والتي كانت قد نجحت يعني بشهادة جميع المتابعين، سواء العرب أو الأفارقة أو حتى العالم على مستوى العالم. الآن المحطة الثالثة هي ملعب تيزي وزو. بالفعل ملعب تيزي وزو له بعض الخصوصية، هو كان ملعب متوقف إلى أكثر من 3 سنوات، ملعب كان شبه مهجور. بعدما سلم إلى وزارة السكن والعمران قمنا كوزارة وعلى رأسها السيد الوزير برسم خارطة طريق لهذا الملعب، وبالتالي أول شيء قمنا به هو يعني وضع مكتب دراسات من أجل تحيين جميع المخططات وإنجاز يعني دفتر شروط مناسب لملعب متوقف إلى أكثر من 3 سنوات. وآخر ملعب سيسلم عن قريب